هو احنا يعني اللي هربناه؟ ما جدك قفشه من قفاه وطلع بيه على السطوح فوق بيعلمه الادب بيتضرب يا عادل. وفين بقيه العيله؟ فين بقيه العيله؟ دخلوا يناموا، اعتمدوا علينا يا عادل. اعتمدوا على حيطه مايله طبعا. احنا كان المفروض من الاول نبلغ البوليس. بوليس؟ ايه يلا ده؟ انت جايب لي حراميه يمسكوا الحراميات؟ ما هما بقى اللي هيفهموه بقى دول. انا قلت كده يعني. بص بقى دول، انا عندي راي في الموضوع ده. احنا بعد كده اي حد يمسك حرامي يقوم حبسه عنده في الاوضه ويتكفل هو بمصاريفه عشان ما نكلفش البوليس يا دوله بقى. يا سلام، انت صعبان عليك البوليس؟ يعني كده الحرامي هيبقى جاي له عقد عمل، يعني باب رزق بيتفتح له. بكده هنبقى استفدنا، لان احنا هنقدر نفرتر المجتمع من اللصوص، وكده هنعرف نعيش في المدينه الفاضله. صح يا رانيا. بص بقى يا دوله، انا هطلع لبابا سته علشان نفسي اشوف الحرامي ده بدل ما يموته. يا دوله نفسك تشوف الحرامي؟ اطلع له وبابا جده بقى يا سيدي، ده بقى ما بيفرقش، اكيد هيلوشك هيلوشك، اتكل على الله. باي باي. في حاجه مريبه بتحصل. وبص بقى، اهم حاجه احنا هنخش، انت بقى هتروح على الشقه وعايزك تسرق الراديو بتاع العاب بيتي. ها بيتي، اسرق الراديو عشان ده بخف وزنه وعالي صوته يعني. وبص الخريطه، ودي الخريطه، هنا مصر وهنا هو لبنان عشان ده انتاج مشترك بين مصر ولبنان. وبعدين هنا هو امريكا، وهنا عند المطبخ، وهنا المطبخ، وانت داخل على المطبخ مالكش دعوه بالتلاجه، مش تقعد تفتح التلاجه وتقعد تاكل بينها. بقى انا بحب اتعشى قبل ما اتمسك. برافو عليك برافو عليك، انا احب الحرامي اللي يصرف على شغله. وهنا كمان السلام عليكم. كبسه. كبسه ايه يا عم؟ كبسه ايه؟ كبسه من مدرس. انت بتذرب، تعالى تعالى. السلام عليكم، وحضرتك الحرامي؟ الله والله والله. بص انا مبسوط قوي اني شفت حضرتك، والله من زمان انا بشوفكم في التلفزيون والحاجات دي. وحضرتك اشتغلت مع الاستاذ توفيق الدين؟ والله كان هيحصل تعاون يعني، بس ما حصلش نصيب يعني. انا رمزي. انا ارتحت لك قوي يا رمزي. ازيك يا رمزي؟ عامل ايه؟ وانا رمزي نعمة جدا. وانت بتحب الحرامية؟ موت موت انا بحبهم، وهم كمان بيحبوني. ده انا اتسرقت قبل كده مرتين، بيعشقوني الحرامية دول. بقولك ايه يا رمزي، وانت تشتغل مع الحرامية؟ لا 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 خلاص لا يا عم، ما تعملش دوشه خلاص، بلاش، مش عايز بلاش. لا انا قصدي موافق موافق يا بابا ستو. انت مرتاح له ده يا عم جده ده ولا ايه؟ لا والله مش مرتاح له، بس هو حد يسندك برضو يا فاشل، يا اللي فشلت في التلفزيون يا فاشل. انا يا بابا ستو هسنده، انا هجربني ده انا اصلا حرامي اصلا. انت اصلا حرامي؟ خلاص وهجربه بقى وخلاص، وانت اطمن يعني ما تقلقش خالص. تعالوا معايا بقى عشان غيرت الخطه. طب وهو ما حضرش الخطه الاولانيه؟ ويعني لو حضر التانيه هيفهم. ده غبي غبي، بقول لك يعني غبي غبي. امال جايبينه ليه لما هو غبي؟ بص، مش كل خطه بيبقى فيها نسبه فشل؟ وهو ده نسبه الفشل بتاعت الخطه دي. يا فاشل يا رب افشل يا رب افشل. طب ما في واحد فاشل جاهز اهو، تاخده. انت لابخ لي نفسك بالشراب ده هتشبهنا. يا ابني اطفي النور هتفضحنا، وشغل البتاع اللي في ايدك دي. لا يا رستم، اهل البتاع دي انا افرض خلصت، وبعدين انا عايز الحجاره بتاعتها احطها في الحصان اللعبه بتاعي بقى. صوتك هتفضحنا. ماشي ماشي، راقب انت الطريق لغايه ما انا اخش اجيب الراديو. ماشي. انه طريق؟ مش لما الاقي الراديو. ملامح رمزي. بس بس بقولك ايه، هو انت رمزي ولا انا اللي بحلم؟ لا هو انا رمزي، بس مش عارف اذا كنت انت بتحلمي ولا لا. انا صحي يا اشرف، بس انت جاي هنا تعمل ايه؟ طب انت يعني حضرتك صحي دلوقتي تعطلي شغلنا؟ ادخلي بقى جوه عشان خلص الشغل. ودي صوتك هتفضحنا. خلاص خلاص، انا هبقى اشرف في وقت تاني. اسكت انت بقى يا خيالات دي. قولي انت نايمه. الطريق امان يا رستم. الخطه نجحت. ايه يا ابني؟ ايه ايه
يلا بينا خطة نجحت. يلا بينا يا جماعة. استنى اصبر استنى، الخطة لسه ما خلصتش، لازم نجرب الراديو ده. اهو نجربه. ايه يا ابني احنا هنشتريه؟ يا عم اسمعني يا رستم، افرض دلوقتي طلعنا احنا فوق وما لقطش اي قناة ولا حاجة، دلوقتي بابا ستو هيقول لي انزل يا دي رمزي وبتاع والسلالم عالية يا عم. عشان انا ما يهونش عليا، ما يهونش عليا تعبك ابدا. اللهم طولك يا روح. يا نهار اسود، وطي راسي شويه. وطيت صوتي في الضحله، هو الراديو اعلى من صوتي. تغير المحطه. ايه ده؟ سمعتنا ازاي دي؟ يلا يلا بينا. انت لسه هتقعد تعمل لي كده قدامي؟ صوتك يا غبي. يا جماعه ارجوكم اوعوا تفهموني غلط. امال نفهم ايه؟ وبعدين انت تخصص اجهزه كهربائيه بس، وانت ايه يعني فاتح في شارع عبد العزيز؟ يا ماما يا ماما، بس حرامي سنتاتيك ورقه تاني. بابا ستو بابا ستو بابا ستو. ايه بابا ستو؟ انا رمزي، انا رمزي رمزي. ده ولا مفيش ورا الف مبروك الف مبروك يا بابا ستو. الف مبروك. عملتوا ايه؟ سرقتوا راديو زي ما قلتلكوا؟ لا، الواد رستم متمسك تحت، الحمد لله ربنا استجاب له دعايا وفشلنا فشلنا. كان فاشل واحد دلوقتي بقى اتنين فاشل، بقى اتنين فاشل، اعمل ايه بس يا رب؟ استغفر الله العظيم. انا اللي قفلت عليه. المره دي بقى لا تقول لي جده ولا ام جده، انا ظبطتك متلبس، هوديك الاسم يعني هوديك الاسم. لا لا حرام، بليز يا عادل، ده حرام مش انفتشيك ورقه خالص. ميرسي يا بيبي فعلا. بليز اديله فرصه ثانيه، ما هو اصل القانون بيقول لكل حرامي ثلاث محاولات. ده في انه قانون ده؟ ان شاء الله قانون البلاي ستيشن كده. يا مفتري تاخد الراديو بتاعي اللي بسمع فيه ام كلثوم وقال الفيلسوف. خش يا فاشل خش يا فاشل، ورا كل شويه كل شويه اروح اضمرك واجيبك من حته، كل شويه اروح اضمرك. يا عم اديني الباسبور بتاعي بقى وخلصني، عايز ابعت امي تروح تحج، وانت بقى بلغ عني وسلمني للبوليس براحتك. وانت كنت عايز تروح تحج قبل امك ما تروح تحج؟ طب ده انا بره كنت انا عايز اروح احج قبل امك وامي، وكنت في المغرب وبعدين قلت اروح احج يلا. طب انا دلوقتي يعني اراضيك ازاي انا دلوقتي؟ يا جماعه بصوا بقى، يا جماعه بصوا بابا ستو، احنا بقى انا هقول لكم على فكره جديده خالص. أوه. احنا دلوقتي سرقه البيت بقت خطره علينا دلوقتي وما بقتش مناسبه لينا، لان الحراميه الكبار اللي زينا ما ينفعوش في الشقق دي. صح. احنا انسب حاجه لينا سرقه البازار اللي انا شغال فيه اللي هو بتاع دول حبيبي. ها احنا نروح نسرق البازار، ودلوقتي البازار ما فيهوش غيري انا، وانا جبان بخاف من الحراميه، فهنسرق بسرعه وكده هون العمليه هتتم بسلام وامان. ايه رايكم بقى؟ وبالمره كنت عايز اسرق حاجه مهمه قوي من البازار. وانت تقعد تقول كلام كتير، قعد ربع ساعه بتقول انا خلاص انا بقى انا هتصرف انا. وبصوا انا اقول لكم على فجاه. ايه العمليه دي؟ انا هنزلها معاكم بنفسي. الله 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 الله، اكبر حرامي يا بابا ستو. الواحد بقاله فتره يعني ما سرقش حاجه، بس خلاص بقى قررت اسرق. وبص تعالى اوريكوا الخطه. عند اللي هي اللمبه بتاعت الخطط بتاعت الخطط، واللمبه دي وانت بتنزلها كده اهو، وبعدين بتطلعها كده وتنور وتنزلها كده اهو، وتقعد تطلعها كده وتنزلها. وبص بقى العضلات، بص العضلات، بص العضلات. ارجون عرفته؟ انت فهمت حاجه رمزي؟ لا يعني عرفت هنعمل ايه ولا ايه؟ اه الحكايه دي غريبه، انا حاسس ان في سر معين، لان الحرامي تاني مره نقفشه وجده يمسك الحرامي وبعد كده يرجع تاني الحرامي. اعتقد ان جده فشل في اقناع الحرامي ان الجريمه لا تفيد وان الاصلح العمل الشريف. لا 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 لا، جده ما بيتكلمش بالاسلوب ده خالص، يا ريت يقول الكلام الحلو ده. انا حاسس ان هو اللي ورا الموضوع ده كله. ايه ده؟ تقصد تقول ان جده متواطئ ورا كل اللي بيحصل ده؟ ده مش بس وكده،
لا مش بس وكده خالص، لا جده ده لعلمك بقى الراجل ده خطر، وانا شاكك انه في المغرب كان وراء قضايا وان البوليس الدولي بيدور عليه. انا بقى ابلغ فيه البوليس الدولي. لا لا لا، وعارف ايه كمان؟ اصلا جده كان في امريكا، ممكن يكون هناك اتعرف بمستر اكس او اكس بقى واي زد. انا ما تفرقش معايا جده ده، انا مش هستنى عليه لغايه اما مثلا يعمل لي سندوتش مفخخ وياكلهوني. ده الراجل ده مرعب رهيب. توصل تقول ان هو عايز يعمل انقلاب وعايز يبقى رب الاسره؟ لا 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 لا، احنا لا يمكن نسمح بهذا التجاوز اصلا. انتوا يا ماما اول ناس هتجروا اول ما تلاقوا اول توكه حزام اترفعت عليا، بس انا بقى اللي مش هسكت، لن اسمح بهذا التجاوز. ايه هيرميني بعد كده في المنور؟ لا بصي، انا هطلع دلوقتي اتجسس عليه واكتشف بيفكر ازاي، عايز يعمل ايه، اي حاجه اي حاجه. عادل توخى الحذر. سافعل سافعل. عندي خطة لسرقة البازار. احنا نروح نكمم عادل ونسمم التماثيل وبكده البازار يبقى في ايدينا. وفي بقى هي الخطة؟ ما قالك يا عم جدو هنكمم عادل ونسمم البازار وبكده التماثيل تبقى في ايدينا. صح. لا انا عندي خطة تانية خالص. ايه؟ احنا نسرق البازار ونقعد نعمل كده. كل حلفائك خانوك يا عادل، حتى رمز الحيوان. يا عم جدي ارحمني بقى، اعتقني، نديني باسبوري، نفسي اتوب، نفسي اعيش حياة شريفة يا ناس. ايه يا رسم انت متسربع ليه على التوبة كده؟ هتتوب يا عم. بص انت تتوب على العيد احسن، اسمعني. ايوه هتبقى اجازة وهتعرف تاخد اللي انت هتاخده، تمشي بقى براحتك. بص يا ده حرابي، يا ده حرابي، يا حرابي، باسبورك باسبورك هيفضل عدي. وبص انا عايزكوا تركزوا في الشغل، عايزكوا تركزوا في اكل عيشكوا. تعالوا معايا. شايفين البتاع دي؟ ايه هنسرقها؟ لا يا قط نسرق ايه؟ اه دي انا عايزكم تتدربوا عليها عشان دي اللي هتخش كده وخش كده وخش كده. عايزكم انتوا الاتنين مع بعض شدوا على طول، واحد اتنين وشدوا على طول، واحد اتنين تلاتة. ها كهربتوا؟ اه انا اللي كهربتها. يلا حربية. ايه ده؟ مين ده؟ انا رمزي يا بابا ستو. هو عامل حرامي؟ اه. طيب دلوقتي الساعة بتاعت الصفر هتبقى الساعة 13، اظبطوا منبهاتكم. ماشي. معاكم منبهات؟ لا. خلاص نبقى نسرق بقى منبهات. خلاص انا غيرت الخطة، احنا هنسرق منبهات نظبطها مع حد تاني ونبقى نعمل خطة. خلاص؟ ماشي. اتفقنا على الخطة؟ اتفقنا بابا ستو. يلا بينا. كده يا جدي حتى الراجل اللي عايز يتوب قافش عليه. خش يا حربية، خش خش. برافو عليكم برافو عليكم. يا ده انا حبيت السرقة قوي، هي والواد رستو. اه وسرقنا وقشطنا كل البازار والحمد لله وعملية ناجحة. شايفته ايه ده؟ انا سرقت البرتبه، سرقت البرتبه، سرقت. وايه ده؟ وايه ده؟ انا رسوح، انا رسوح. البنذكراتي اللي فيه كل تاريخي مع الحريم السرق. السرق يا اخوانا حرام عليكم. مين اللي سرق؟ مين اللي سرق؟ بس يا بابا ستو اكيد اكيد الولا رستم هو اللي سرق. لا ما تجيش منك يا رمزي، ما تجيش منك، انا كنت معاكم يا راجل. يا جدعان حرام عليكم يا اخوانا، اعتقوني وبلغوا عن انا حرام، انا حرام، انا حرامي يا ناس، انا حرامي يا ناس. حد يبلغ عني البوليس يا اخوانا. يا حرامي. ودي جايبه منين دي؟ من البلكونه من عندكم يا سريعه. من ايه ده؟ انت حرامي، ده انت حرامي. بص يا بابا ست، ودي بقى انا سرقتها من البازار. بص كان نفسي اسرقها من زمان، شبهي بالظبط. صح يا رستم؟ يلا رمزي حصلت تسرق اخوك. مساء الخير ايتها اللصوص. ايه ده انت عرفتنا؟